أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم من رد السلام بقوله وعليكم السلام وعليكم السلام والرحمة؟ لا بأس، الرحمة يعني رحمة الله، وقد يحذف المضاف وتزاد ال عوضا عنها، فقوله الرحمة أي ورحمة الله، لكن كونه يأتي به بلفظه ويقول عليكم السلام ورحمة الله هذا أفضل. نعم.